السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بزملائي الأعزاء مدرسين ومعلمين وموجهين مادة اللغة الإنجليزية في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. والله يا جماعة أنا مانيش عارف إشمعنى مادة الإنجليزي هي اللي فيها الكلام ده. هل سهلة التعديل يعني ما شفناش مثلا مدرسين في مواد تانية بيصرخوا بخصوص المناهج وبخصوص تغييرها وحاجات من دي؟ المشكلة والمصيبة الكبيرة ان المنهج بتاعنا اللي هو بتاع ثانوية عامة، اللي انا يعني عشان الناس تبقى فاهمة احنا بنتكلم على ايه، والله هو المنهج ده نزل تسريب منه، والتسريب كان واضح جدا انه من وزارة التربية والتعليم، وبنسخة منقحة جدا، نسخة جميلة جدا، قالوا على اللي هم سموه ترم 1، مع اننا بنسمع الكلمة دي جديد يعني ما سمعناش في ثانوية عامة كلمة ترم 1 وترم 2 اللي هو كده يعني. وكان عبارة عن 6 وحدات. قلنا ماشي نشتغل على هذا الأساس يعني. فكان بصراحة بشكر كل المعلمين أو المدرسين المجتهدين اللي هم حاولوا إن هم يشاركوا زمايلهم المعلمين التانيين على اساس ان هم يبداوا في عمل زي مذكرات او ملازم، على اساس ان هي يقدروا يجهزوا شغلهم للعام الجديد، او على الاقل يبقوا فاهمين يعني ياخدوا الحاجات ديت ويزودوا عليها او حاجات زي دي. يعني هي زي ما بنقول ايه، مشاركة عامة من المعلمين. وانا قمت بالموضوع ده وكنت سعيد جدا بالحكاية ديت، خاصة ان مفيش ولا كتاب خارجي لسه نزل. فابتدينا نشتغل على نعمل مذكرات. ابتدينا يعني يونت يونت. انا شخصيا يعني والله يعني كان بياخد مني وقت كبير جدا جدا جدا. يعني انت ما عندكش مصدر الا ما هو مصدر واحد وبي دي اف، وبتشوف بقى وبتطلع والمصطلحات والحاجات دي، وترجع مثلا تشوف الاسئله، وربنا يسامحنا يعني طبعا على الخطا والسهو والنسيان يعني. ما فيش يا جماعة يعني يمر شوية كده بعد ما عملنا، أنا شخصيا دخلت فيه عملت لحد يونت 3 الوحدة 3 بالأسئلة بكله، بالسينونيمز بالأنتونيمز بالجرامر بكل حاجة يعني. وزي ما اتفقنا هي كانت نسخة من وزارة التربية والتعليم، ما مش هتطلع من يعني هتيجي منين يعني. نفاجأ بعد كده بكام يوم، مفيش اول امبارح، ان الوزير وان الناس ابتدت تلمح ان المناهج اتغيرت. فدخلنا نشوف برضو ايه يعني التغيير ده هيبقى ايه. لقينا ان التغيير عبارة عن الاختلاف في مسميات الوحدات. يعني مثلا اليونت 1 كانت الوحدة اسمها ان ذا نيوز، و اتكلمنا على هذا الاساس يعني، وعملنا الملازم بتاعتنا على هذا الاساس لحد ما الكتب الخارجيه تبتدي ايه تنزل. وكانوا الناس مبسوطه جدا وابتدوا يحملوا الحاجات ديت، وانا يعني انا شخصيا كنت في قمه سعادتي ان احنا بنساعد بعض كمعلمين يعني. جينا لقينا ان الوحدات اتغيرت اسمائها، بقت مثلا الوحده الاولى بقت مش عارف read all about it. طيب ماشي. والله انا اول ما اعلنت عن الفيديو اللي انا بعمله مع حضراتكم دلوقتي يعني من كام يوم يعني، ابتديت اتفائل، قلت يعني جايز هو يعني تغيير في المسميات بس بتاعت الوحدات يعني. لكن جيت بعد كده يعني ما تزعلوش مني، ابتديت بقى ما اتفائلش لما لقيت ان في تغييرات في الورك بوك كمان، اللي هو في الكونتنتس المضمون ذات نفسه. وفي برضو تكست متغير اللي هي في الريدنج والحاجات دي. لكن يعني بصراحة يعني انا اصبت بصدمة وبخيبة امل يعني زي ما يكون ما اعرفش يا جماعة يعني هو الهدف من الحتة دي ايه. ده المفروض ان ثانوية عامة ديت يعني احنا طول عمرنا نعرف كده يعني، ثانوية عامة ديت الطالب بيبقى سنة بيقولوا عليها مفترق طرق يعني، على الأقل يعني كانوا بيذاكروها قبلها بشهرين 3 يعني. قلنا دلوقتي خلاص يعني قبل الدراسة مثلا بشهر،
الناس قعدت مثلا تجهز في مثلا ايه، تعمل تأسيس جرامر ومش عارف وايه وكتابات وايسي وباراجراف وحاجات من ديت يعني. وقبل الدراسة مثلا يدوبك عليها بقى عليها شهر ولا حاجة، فلما الطالب برضو يبتدي يذاكر مثلا يونت او 2 يونت او حاجة من ديت، يقدر ان هو يواكب يعني الايه التغييرات اللي هي المزعومة يعني. لكن لما لقينا التغييرات حصلت تاني يعني، يعني في تغيير وفي تعديل على التغيير كمان، فسببت لي انا شخصيا زي ما بقول كده يعني احباط يعني. وبعدين رجعت كده ان شاء الله برضو نطمن باذن الله يا جماعه يعني. بصيت لقيت على المقتطفات حتى اللي هو البرزنتيشن اللي عملوه على النت من تقريبا امبارح، فان شاء الله هبتدي باذن الله ان شاء الله اجهز لكم برضو اللي هو يونت 1 اللي هو التعديل الجديد يعني، تمام كده. وهنبتدي نوالي يعني برضو ايه يونت بيونت لحد ما ان شاء الله الكتب الخارجيه تنزل لكم بسلام، وان شاء الله هنبقى ايه موجودين معاكم. بس ليا رجاء بعد اذنكم يعني، اخواتنا المعلمين مدرسي اللغه الانجليزيه، يا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باي حاجه يعني. اللي يشوف اي حاجه او اي رابط او كده لنسخ بي دي اف للمنهج الجديد زي ما احنا بنعمل معاكم كده يعني، هو هيبقى له مردود عليكم ان احنا هناخد الشغل ده ويتعمل مثلا مذكرات او حاجات من ديت او ملازم على اساس انها تساعد حضراتكم في شغلكم وكده يعني في التجهيز للعام الدراسي الجديد ان شاء الله. بس هو ده كان طلبي منكم، وان شاء الله برضو خير، وان شاء الله هنكمل. انا شخصيا يعني ابتديت اعمل في يونت 1 من جديد، وباذن الله برضو وهيبقى اسئلته برضو الى حد ما معقوله، وربنا يسامحنا يعني على السهو والنسيان يعني. وان شاء الله انتظروا مننا مفاجآت ان شاء الله جميله قريبه جدا، يمكن على بكره باذن الله، ربنا كريم ان شاء الله. اشكركم على حسن استماعكم، ويا ريت نشوف مشاركات بقى معانا كده ونشوف ردود الفعل بتاع المعلمين وتعاونكم معانا على اساس ان احنا كلنا نبقى ايد واحده ونساعد بعض، وربنا كريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.